أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم تستغرق الربع الأول من الحزب التاسع في المصحف الكريم، ويبتدئ هذا الربوع بقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم، وينتهي بقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أول ما نلاحظه عند النظر في هذا الربع أن بدايته مرتبطة كل الارتباط بما قبلها بواسطة واو العطف، فهي تتمة لموضوع تناولت الآيات الأخيرة في الربع الماضي ابتداء من قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. والحديث هنا عما حرمه الله على الرجال ومنع زواجهم به من النساء، وهذا التحريم إما بسبب النسب وإما بسبب المصاهرة وإما بسبب الرضاع الذي يترتب عليه ما يترتب على النسب. وبناء على حكم الله في هذه المسألة يحرم على الرجل المسلم أن يتزوج بأمه وبأم زوجته وبزوجة أبيه وببنته وبربيبته وبأخته وبعمته وبخالته وببنت أخيه وببنت أخته وبزوجة ابنه. وتحرم عليه المرأة المتزوجة بغيره، ويحرم عليه الجمع بين الأختين، ومثله الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، كما يحرم عليه من الرضاع مثل ما حرم عليه من النسب، حيث إن المرضعة تنزل منزلة الأم فتحرم على من أرضعته هي، وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. وإنما أشارت الآية بالخصوص إلى صورتين من هذا الصنف، وهما الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، غير أن الأم التي هي أصل والأخت التي هي فرع تنبيه على الباقي، ويشمل ذلك البنت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وأم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع وزوجة الأب من الرضاع وزوجة الابن من الرضاع، والجمع بين المرأة وأختها من الرضاع أو عمتها أو خالتها من الرضاع. وذلك معنى قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال القاضي أبو بكر بن العربي: إن كل شخصين التقما ثديا واحدا في زمان واحد أو في زمانين فهما أخوان، والأصول منهما والفروع بمنزلة أصول الأنساب وفروعها في التحريم. ولا شك أن لله حكما كبرى في تحريم زواج الرجال من النساء التي تتناولهن هذه الآيات الكريمة. من ذلك أن الزواج بين الأقارب يضعف ذريتهم كلما امتد الزمن، بينما تلقيح العائلة بدم جديد يجدد حيويتها ويقوي استعداداتها. وهذا المعنى على العموم وارد في الحديث النبوي الشريف. ومن ذلك أن الزواج بمن يجب توقيرهن واحترامهن كالأم والعمة والخالة، أو من تجب رعايتهن والعطف عليهن كالبنت والأخت وبنات الأخ والأخت، قد يؤدي في النهاية إلى معاملتهن معاملة غير مرضية، عندما تطرأ بعض الهزات والخلافات على الحياة الزوجية وينشأ عن ذلك شقاق في العائلة لا يمحى أثره طول العمر. وقس على ذلك الشعور الغريب الذي يشعر به الأب إذا عرف أن ابنه قد يخلفه في زوجته، والشعور الغريب الذي يشعر به الابن إذا عرف أن أباه قد سبقه إلى زوجته. ولنتصور كيف يكون شعور الأم إذا زاحمتها بنتها في زوجها، وشعور البنت إذا زاحمتها أمها فيه، وشعور الأخت إذا زاحمتها أختها كذلك. فأية أمومة وأية أخوة تبقى وقتئذ بينهن وهن يتصارعن على امتلاك قلب واحد ويتزاحمن على الاستقلال بفراش واحد؟ يضاف إلى ذلك ما نبه إليه شيخ كتاب العرب الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله في كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه أثناء كلامه على الأسرة الإسلامية، إذ قال: والمقاصد من هذا التحريم منوعة لا نحصيها في هذا المقام، أجلها وأجداها توسعة الأسرة ووقايتها من شواجر الخصومة والبغضاء، وأن يتحقق بالزواج من أسباب المودة والنسب ما لم يتحقق بالقرابة. ثم نبه إلى الأهمية الخاصة التي جعلها الله للنسب وللمصاهرة، حيث اعتبرهما في القرآن الكريم من آيات خلق الإنسان، كما جاء في سورة الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والآن نعود إلى بعض الفقرات في هذه الآيات الكريمة لمزيد البيان والتوضيح.
فقوله تعالى بعد تحريم التزوج بزوجات الآباء إلا ما قد سلف هو خبر عن عفو الله سبحانه وعدم مؤاخذته عما مضى في الجاهلية من هذا العمل القبيح، إذ كان بعض الأعراب تغلب عليه الحمية لأبيه فيكره أن يحل أجنبي محل والده ويخلفه في فراشه بنفسه. وقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم، الربائب واحدتها ربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غيره، من قولك ربها يربها إذا تولى أمرها، وهي محرمة على الرجل سواء كانت في حجره كما تشير إليه الآية أو كانت في حجر حاضنتها غير أمها، لأن كونها في حجر الرجل ليس شرطا في الحكم بتحريمها، وإنما خرج هذا الخطاب في رأي جمهور الأئمة مخرج الغالب فلا مفهوم له. نعم، نقل عن علي بن أبي طالب القول بإباحة تزوج الرجل بربيبته إذا لم تكن في حجره اعتمادا على ظاهر الآية، وإليه ذهب داود الظاهري وابن حزم. وذكر الحافظ الذهبي أنه عرض ما روي عن علي بن أبي طالب في هذا الموضوع على الشيخ تقي الدين بن تيمية فاستشكله وتوقف في أمره، كما حكى ذلك ابن كثير في تفسيره. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الحلائل واحدتها حليلة بمعنى محللة وهي الزوجة، والأبناء ثلاثة أنواع، ابن النسب وابن الرضاع وابن التبني، فأما ابن النسب وابن الرضاع فحكمهما معلوم، وأما ابن التبني فكان أمره معروف في الجاهلية وصدر الإسلام، وكان ينسب إلى الرجل الذي تبناه لا إلى أبيه الحقيقي. فلما نزل قوله تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله انتهى العمل بذلك. وتفاديا من دخول ابن التبني تحت كلمة أبنائكم في هذا المقام جاء بعد هذه الكلمة قوله تعالى الذين من أصلابكم، وذلك ليسقط ولد التبني فلا تندرج زوجته تحت حكم التحريم في هذه الآية، بل يبقى الزواج بزوجته بعد فراقه لها مباحا. وهذا النوع الأخير من الأبناء أي عن طريق التبني هو الذي يطلق عليه لفظ أدعياء بدل من أبناء، كما في قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقوله تعالى بعد تحريم الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، معناه أن الجمع بين الأختين الذي كان مشروعا لمن قبلنا لم يقره الإسلام شرعا لنا، بل أبطله وألغاه. وقوله تعالى والمحصنات من النساء، معناه هنا النساء ذوات الأزواج. وقوله تعالى إلا ما ملكت إيمانكم، يرجع إلى الإماء المسترقات عن طريق السبي، فإنه يحل الزواج بهن بعد الاستبراء. وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، معناه أن ما عدا هذه الأصناف المحدودة التي نص كتاب الله على تحريمها في هذه الآيات يكون حلالا للزواج، اللهم إلا إذا اعترض عارض أو حدث مانع استوجب الحرمة في نظر الشرع، مثل المرأة الخامسة فوق الأربع، ومثل المرأة المطلقة ثلاثا، ومثل المرأة الحامل والمرأة المعتدة قبل وضع الحمل وإتمام العدة، وكذلك اليتيمة الصغيرة في مذهب الإمام مالك. وينضاف إلى هذه الأنواع المرأة المشركة، فقد منعت
بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. والمرأة الكتابية عند القائلين بمنع الزواج منها، وهؤلاء هم أئمة الشيعة اعتمادا على قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقوله تعالى كتاب الله عليكم بعد كل هذا البيان معناه أن هذا التحريم القاطع في شأن الأصناف المحرمة من النساء التي نص عليه القرآن الكريم أمر صادر من الحق سبحانه وتعالى، بحيث لا يسوغ تبديله ولا تغييره، بل يجب التزام العمل به دائما. فما حرم الزواج به فهو حرام، وما أحل الزواج به فهو حلال بين المسلمين إلى يوم الدين. وفي هذا الربع آيات كريمة أخرى من المناسب أن نقف عندها وقفة خاصة، إذ لها علاقة وثيقة بما حدده الله من الحلال والحرام في موضوع الزواج الذي هو أساس تكوين الأسرة وكل ما يتفرع عنها. وهي تشير إلى أن الحق سبحانه وتعالى إنما تولى تحديد ما هو حلال وما هو حرام في هذا الموضوع الخطير إرشادا للمؤمنين من عباده، وهداية لهم إلى أحسن الطرق وأفضل النظم حتى يقفوا عند حدودها ولا يتجاوزوها. كما أنه تعالى مهد طريق التوبة وفتح باب العفو في وجه أولئك الذين عرفوا انحراف الجاهلية وفوضاها الاجتماعية والأخلاقية، فلم يؤاخذهم على ما سلف منهم قبل نزول القرآن الكريم. وفيها علاوة على ذلك تنبيه إلى أن عبيد الشهوات ووصراء اللذات سوف لا يرتاحون لهذا النظام الإلهي الأخلاقي ولا لإحكامه الطاهرة، لأنه يقف في وجههم ويسد أمامهم طريق الفوضى والتلاعب بالأعراض، بل إنهم سيحاولون إغراء بقية المسلمين وإغواءهم حتى يتعدوا الحدود التي رسمها الحق سبحانه وتعالى، وسيدعونهم إلى نبذ أحكامه وتعاليمه ظهريا. وأخيرا في هذه الآيات امتنان من الله على عباده بأنه يريد أن يخفف عنهم، ولذلك أحل لهم ما فيه الخير والنفع مما يفتح في وجوههم أبواب الفضائل، وحرم عليهم ما فيه الشر والأذى ليقفل من خلفهم أبواب الرذائل. ثم سجل كتاب الله في نهاية هذا الموضوع حقيقة لا ينازع فيها إنسان، ألا وهي أن الإنسان مخلوق ضعيف أمام نداء الشهوة وأمام إغراء الشيطان. وإذن فلا بد لتوجيهه وإنقاذه وحمايته من الأخذ بيده وحضه على الإيمان بالله وأمره بالتزام شريعته. وهذه المعاني هي التي يشير إليها قوله تعالى في إيجاز وإعجاز يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. ومسك الختام في هذا الحديث هو التنبيه بالأخص على قوله تعالى في هذه الآيات والله عليم حكيم. فهذا الوصف الذي جاء به التعقيب الإلهي هنا هو مفتاح الفهم الصحيح والإيمان الصادق
والطاعة الكاملة لهذه التعاليم الإلهية التي جاء بها القرآن في تنظيم الأسرة الإسلامية. إذ لا علم أصح ولا أكمل من علم الله الشامل، ولا حكمة أوثق ولا أوفق من حكمته الكاملة، ولله الحجة البالغة.